صادق حال الشباب، معكم شركية شركة كي، واليوم جايب لكم فيديو ببجي موبايل جديد. مثل ما تعودتوا علي بالسنة لازم فيديوهين او ثلاث فيديوهات ببجي موبايل كل 4 5 شهور تقريبا. طبعا عامل هالفيديو لسببين. اول سبب انه لعبة ببجي موبايل تعتبر من اكبر الالعاب بالشرق الاوسط، اي فعليا اظن اكثر لعبة يلعبوها الناس بالشرق الاوسط هي ببجي موبايل، والدليل انا كثير من اصحابي اللي اعرفهم ما هم جيمرز بس كلهم يلعبوا ببجي موبايل. وغير هيك فيديوهات ببجي موبايل حملتها قبل بالقناة جابت مشاهدات عالية، فهذا يدل انه في عدد من المتابعين يحب اللعبة. وثاني سبب انه في خريطة جديدة نزلت باسم ليفي. شكل الخريطة او ديزاينها من الطراز الاسكندنافي، واللي حببني بهالخريطة هو حجمها. الخريطة جدا صغيرة، حجمها 2 كيلومتر ب2 كيلومتر وبتتسع ل 52 لاعب فقط، ففعليا الجيم كله ما راح يتجاوز ال 15 دقيقة. هذا الشيء اللي خلاني اتحمس العبها، لانه بكل صراحة اكثر شيء اكره بالعاب الباتل رويال اللي هو اني انزل الوت وامشي 20 دقيقة واخر شيء اموت وارجع اعيد. بينما هون لا، خلاص لو بتموت راح تموت اول شيء وترجع تفوز على طول، لو بتفوز 15 دقيقة وانت فايز. طبعا الخريطة فيها اشياء حصرية مو موجودة باي جيم مود تاني، نفس سلاح البي 90 اللي هو خرافي بالنسبة للسب ماشين جان، نفس سنايبر الام كي 12، ومركبة حصرية للماب باسم الشاحنة الوحشية. هي بيميزها انه ما راح تطيح لو شو ما صارت، لو نزلت من جبل اي شيء راح تضل ثابتة على الارض دائما. الخريطة لحد اللحظة بالبيتا لسه ما اكتملت بشكل كامل، بس اللعب فيها راح يزيد لفلك بالشكل الطبيعي، مو والله شيء منفصل. فيلا خلنا نروح ونلعب. وتذكير، انا العب اللعبه كل 6 شهور تقريبا، ودائما كل ما ارجع اول جيم اجيب فوز. والله الفيديوهات اللي قبل اللي شفتوها ما اني ادخل واقص العب 50 جيم والجيم اللي افوز احطه، لا يكون فعليا اول جيم وافوز فيه. فممكن هالمره كمان يكمل معنا الحظ، اول جيم نجيب فوز. خلنا نلعب ونشوف. طيب شباب، قبل لا نبدأ في شيء جدا مهم لازم نسويه، اللي هو انه نجهز حجة الخسارة وحجة ايم التعبان. مثل ما شايفين قاعد ألعب بهالأشياء عشان أقدر أصور، فيعني الحجة جاهزة من الحين. أوكي، فأوكي مثل ما شايفين عندي هالسكن جدا خرافي الصراحة، وهي ندخل هون نختار ليفيك أو لافيك اللي مثل تركم بداية الفيديو 50-1 جيم سريع وإيه بيتا كل شيء ميدل إيست. يلا خلنا ندخل، ووعدكم إنه راح نموت الأعداء، راح نموت الأعداء من الضحك على لعبي. طيب يا شباب، السكواد اللي دخلت معاه نزل آخر الماب. طبعا لو متعودين لما ألعب أنا عادة قلت لكم بداية الفيديو دائما أقطع اللعبة وأرجع وأفوز بأول جيم، بس اللي ما قلته إنه دائما أكري الفريق. طبعا يطلعوا ضدي بوتات ما نختلف على هالشيء، بس دائما العب اللعبه من شهر لشهر واجي وادعس حتى لو ضدي بوتات، المهم اني ادعس. فان شاء الله يكمل هالكلام. طبعا دخلت مع 4، في 2 ما شاء الله على طول ماتوا، وفي اللي اسمه البقومد اظن، ايه البقومد جالس يدعس، فرايح انضم معاه، نضل انا والبقومد ونجيب فيكتوري رويال. ها مثل ما شايفين يور تيم ميد بقومد، هاد مدري ايش. اوه خلينا ندخل هون نلوت، بركي يطلع لنا احد الاسلحه الجديده. اوه البي 90 حلو. اوه بس لازم يكون معي سلاح اسالت رايفل صح؟ فخلنا ناخذ هاد بدل الفيكتور، مع انه احب صراحه الفيكتور من الاسلحه المقربه على قلبي، بس خلينا نجرب البي 90. انا بالريد زون، ما ادري شو هي الريد زون بالضبط، بس اتذكر انه متفجرات. ايوه متفجرات، ان شاء الله نطلع منها عايشين. بس يا البقمد لا تروح، استنى يمكن اموت يا البقمد. اوكي لا، طلعنا من الريد زون. حلو. هل الريد زون كلها بصواريخ ولا اماكن؟ اظن اماكن معينه. حلو، خلنا نروح مع البقومد. سامع صوت. ان شاء الله ما يكون بوت. والله في 90 فاير ريت صاروخ. القم. اللي قال لي بوت بعطيه بلوك. امزح، لا والله حلوه صح، اللي قال لي بوت اعطيه بلوك. اوكي خلاص امزح مره ثانيه.
اوكي شو قاعد يصير؟ شكرا التفجيرات. حلو الهيلث فل، بي 90 خرافي، كل شيء تمام. والله شباب انتم شايفين الماب جدا حلو، هيك جبال ثلجيه مع طبيعه، جدا حلو الماب. البقمد قاعد يتضارب، البقمد صح؟ اني قادم يا البقمد اصبر علي. اوه قاعدين يطلقوا من ورا على البقمد، والله فزعلك يا البقمد. تعال في ناس وراي، في ناس وراي، والله لو مع ايمي هاد لبكره ما بجيبهم. في ناس وراي، وين 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 وين؟ معليش يا البقمد يا خوي معليش. معليش يا شباب على الايم، معليش معليش، ما حد شاف ما حد شاف. اهم شيء قاعدين ندبح، الايم تعبان، الايم كويس، اهم شيء اخر شيء قاعد يطلع لي كل. كيف وانا بزعلك يا البقمد كيف؟ اما البقمد طلع بنت، لا والله مو بنت طلع رجال، بس اوكي خلاص ما نبي نعلق اكثر من هيك. في لسه طخطخه. هذا بوت، هذا بوت، هذا واضح انه بوت، بس الاول اثنين ذبحتهم ما كانوا بوتات. يا البقمد نعم نعم يا خوي، وين قاعد يطلقها؟ نعم يا خوي نعم، انت واعيك اللي نعم. شو قاعد يطلق هذا؟ قاعد تصيد عصافير ولا شو؟ اوه في ناس قدامنا. الله على الايم، الله على الايم. الله الله، وراي وراي وراي، بقمد بقمد، هل بقمد؟ هذا هذا مو بوت شباب، هذا مو بوت، لا حد يقول بوت، لا حد يقول بوت. طيب يعني انا شو اسوي؟ كل ما ادخل يجي ضدي بوتات، يعني ما والله ما ادري. ابي يطلعوا ناس حقيقيين اطلع عليهم مهاراتي، بس شكلي اني ما العب اللعبه كثير، ارجع لها بين فتره وفتره فيفكروني نوب، يفكروني نوب. هم لو يعرفوا مستواي الخرافي كانوا دخلوني ضد مين؟ في واحد مشهور يلعب ببجي، شراود، كانوا دخلوني ضد شراود وجماعته. بدي السلاح الجديد اللي هو الام كي 12 سنايبر على ما اظن، ما قاعد يطلع لي. يا البقومد هذا بس جالس يطلق. لا والله في ناس في ناس في ناس، اسف ظلمتك يا البقومد ظلمتك. هي 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 هي. لا هذا مو بوت، هذا مو. يا الله والله ممكن ما يكون بوت عادي، يكون واحد جدا فاشل، صح يا شباب؟ صح صح صح، سلكولي اكتبوا لي صح بالله. والله يا البقومد شكلها وينر وينر تشيكن دينر. اوه اللايف 3 باي، انا والبقومد وواحد، هذا الواحد هون هون هون. بالله البقومد خلى لي، خلى لي يا البقومد، خلى لي يا البقومد. يور تيم ميت بقومد قتله. اما كيف قتله؟ اوه البقومد مات. لا شكل هاد مو بوت، شكل هاد مو بوت. لا 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 لا، قنابل 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 قنابل، خد يا ولد، خد يا ولد واحدة ثانية. والله يا البقومد. اوه اوكي اوكي، انا والله شو اسوي شباب؟ اقطع اللعبة وارجع بفوز على طول، مع انه يمكن كل ضدي ذبحتهم بوتات، بس اتمنى على الاقل واحد او اثنين ما كان بوت. اكتبوا لنا في الكومنتات شو رايكم، كيف 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 اميز اذا كان ضدي بوت ولا لا. بقومد كفو يا البقومد، رجاجي رجال رجال يا البقومد. لا والله ما والله ما انت رجال بهالملل. المهم فيا شباب هذا فيديو اليوم، اتمنى كان عجبكم البرنامج. نهايه الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات بدكم فيديوهات ببجي اكثر او لا. بعرف عدد جدا كبير من الناس بالوطن العربي بيلعبوا ببجي موبايل، فقلت شيء طبيعي عدد كبير من المشتركين يلعبوا ببجي موبايل كمان، فمن كل فتره لفتره راح احمل عنها فيديو. فاي بس اشوفكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله، مع السلامه.